بنفهم انه الدية يعني بيبقى ليها تأثير شوية، انما قانون هو بيحاول بيحاول يجري محاولة صلح على اللي حصل، ويتصور انه هذا الحادث هو حادث قتل خطأ. قتل خطأ اكتر من ثلاثة زي ما حضرتك بتقول يا استاذ عمرو، بيبقى فيها ظرف مشدد للمحكمة، والمحكمة ويقينها وفقا للأوراق هي قد يصل العقوبة. لو احنا جبنا مزورة كده قانون العقوبات بيقول ايه في القتل الخطأ، اذا زاد عن ثلاثة بتوصل لسبع سنين. لكن في واقعة كريم الهواري هو محل محكمة الجنايات بتهمة حيازة جوهر الكوكايين، دي وفقا لمزورة قانون العقوبات او قانون العقوبات بيقول ايه في هذا الاتهام، مش في هذه القضية تحديدا، يعني بيقول من 3 سنين ل 15 سنة مشدد. يعني حيازة الكوكايين قضية اخرى غير قضية القتل الخطأ، جناية هي جناية. ايوه يعني اقصد انه هذا الامر لا علاقة له بالحكم الاخر بتاع القتل الخطأ. لا، ده هو متهم بأربع جنح كمان، يعني الرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر وقياد مركبة بينجم عليها خطر آخرين. لا يعني ده في أربع جنح بخلاف الجناية. يعني لو الظرف المشدد في القتل الخطأ خد سبع سنين، وارد جدا في قصة الرعونة، في قصة تعريض الآخرين للخطأ، قد تصل العقوبات وفقا لقانون العقوبات إلى أكثر من هذا. لكن في جناية حيازة جوهر الكوكايين احنا بنتكلم وفقا لقانون العقوبات من ثلاث سنوات السجن، من ثلاث سنوات لغاية 15 سنة.